الآن في هذا الوقت، الآن في الوقت هذا نفسه ينطلق عندنا قناة برنامج أو قناة مجد زمان. مجد زمان يا أخي ترجع بنا يا أخي شريط الذكريات إلى الخلف، نرجع نرجع مرة مرة ورا ورا، نرجع إلى حلوها ومرها، وإن شاء الله ما في مر، كلها حلوة بإذن الله، ونشوف البرامج القديمة الحلوة اللي كلنا تابعناها واللي ما تابعناها. عندنا أطفال ما تابع البرامج القديمة هذه، فالآن ترجعون تشوفون البرامج القديمة، وممكن وانت تتابع بعض البرامج القديمة زمان ما تعرف المقدمين الآن أشكالهم تغيرت، الصغير كبر واللي كبر شيب واللي شيب، الله يغفر له يرحمه، والله وله إذا هو عايش الله يطول في عمره يا رب العالمين. بعض اللي يتابعونا خلف الشاشات ممكن يشوفون أنفسهم قد طلعوا معنا قديما، بعض الشباب أنا من ضمنهم طلعت قديم زمان مع الأستاذ عبد المجيد اليمني ومع الأستاذ علي الحربي أبو أروى، مع ناس كبير من الإعلاميين طلعت معاهم، والآن شوفون ما شاء الله، وأستاذ وليد مصالح أبو مجد تذكرونه زمان، هذا لا زال موجود بشبابه وبحلاوته وبجماله أبو مجد، الله يسعده ويخلينا.